هذه الممارسات انمت على شيء تنم على حقد تجاه الشعب السوري بكل مكوناته. الشعب السوري صمد وقاوم خلال عقد من الزمن، يجب أن يكافئ هذا الشعب وليس أن يحاصر بلقمة عيشه. أغلقوا محافظة الحسكة، جوعوا الشعب، ركعوا الشعب لمصلحة من؟ هي لمصلحة المحتل الأميركي وليس لمصلحة الشعب السوري. وبالنهاية الجيش العربي السوري بالمرصاد. سوريا عزيزة غالية على أهلها، وخاصة الجزيرة السورية هي غالية على أهلها، لا يمكن أن يدنسها محتل أو أدوات محتل. هذه التصرفات التي يقوم بها الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي من خلال أعوانه في المنطقة، من خلال محاصرة المواطنين العزل، هاي جريمة ضد الإنسانية. أولا جريمة ضد الإنسانية، تقطع الأكل عن المواطنين، ما غير بإسرائيل هاي كانت تحاصر غزة، نفس المبدأ، نفس الاحتلال الإسرائيلي، حاصرون غزة ويقطعون عن الأكل والشرب والمياه، وهاي نفس المبدأ بأمر طبعا من الاحتلال الأمريكي وأعوانه. الوقت هون، إذا شرحت